قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ملتقى الشباب الخامس إيمانا منها بضرورة تشجيع الشباب للمشاركة في مسيرة التنمية والبناء وتوعيتهم بواجباتهم تجاه الوطن والمجتمع. نطمح إلى تعزيز الوسطية بين الشباب والابتعاد عن الغلو، هي أحد الأهداف اللي سوف نهتم فيها، خاصة الزيارة بكوكبة معانا من اللاعبين والمقدمين والمعلقين لتجذب بعض الشباب إن شاء الله، وهم سوف يطرحون العديد من الأفكار واللقاءات إن شاء الله في خلال اليومين هذه. أقمنا هذا الملتقى الشبابي لتحقيق عدة أهداف نطمح من خلالها إلى تنمية القيم والحفاظ على الهوية الاجتماعية للشباب، ولذلك استقطبنا نجوم عالميين مشاهير وإعلاميين قديرين معروفين لدى الشارع الرياضي والشبابي لأجل توصيل هذه الأفكار وهذه القيم وهذه الأهداف من خلال ندوات وحلقات نقاشية. القيم الدينية والثقافية وقيم المواطنة الصالحة هما الدرع الحصين الذي يحمي شبابنا من الأفكار الدخيلة والآراء الشاذة والغلو الذي لا أصل له. المواضيع المطروحة في الملتقى راح تنصب تقريبا في أكثر من هدف، من ضمنها تنمية قدرات ومهارات الشباب، تنشئة الشباب على المساهمة في بناء وتنمية الوطن، وكذلك تعزيز القيم الأخلاقية لدى الشباب، وأيضا غرس الهوية الوطنية والحفاظ على الهوية الوطنية للشباب الكويتي. هذا الملتقى الذي تنظمه اللجنة الرياضية بوزارة الأوقاف ما هو إلا خطوة من الخطوات الدائمة نحو نشر الوسطية بين الشعوب والمجتمعات في المجال الإنساني والإسلامي. ناصر الهاجري، تلفزيون دولة الكويت.